باعتبار اني بكرة هموت في حادثة. قولوا لامي ما تبكيش، وبجنازتي ما تصوتيش، وقولوا لاخواتي ان انتوا كنتوا اعظم شيء في حياتي في وجودي وفي مماتي، وبلغوا صحابي ان هم يقفوا على قبري وما يصوتوش، ويطلوا كل شوية على امي وما يعيطوش. ما تكسروش قلبها، كفاية قلبها مكسور في بعادي، والعلم عند الله. ده من الناس اللي خلاها عملت كده، عايز رحاب تكلمه بأي طريقة، هددها مرة واثنين وثلاثة بالقتل. طالب بحق بنتي، الناس بتتكلم على بنتي، بتشهر على بنتي، وظلموا بنتي. حسب الله ونعم الوكيل. حسب الله. حسب الله ونعم الوكيل. هو كان دايما سيد الله يرحمه بيصلح ما بيني وما بين حسام كتير، وكان حسام مدخله ما بيني وما بيني، يعني مخلي سيد ما بيننا وما بين بعض. في فيديو حد بعتولي على الواتساب ان حسام كان بيسرق بيت عمه، فانا جيت قررت ان انا اخد قرار واسيبه بقى، ان انا خلاص مش عايزه، انا مش هتجوز ولا اخلي واحد شريك حياتي حرام. سيد اتدخل في الموضوع وقال لي عشان خاطر انا سامحين المره دي واديله فرصه والكلام ده، فرجعنا تاني لبعض. اخر مره دي كسبت حسام، سرق من عندي هنا فلوس من البيت، ومد ايده عليا وضربني وكده، وكان بيقعد يتكلم عليا. فجينا سبته، راح سيد حسام مكلم سيد تاني وقال له رجعنا لبعض، وقال له انا جيت عليها كتير وانا مش هينفع اتكلم معاها تاني. قال له معلش كلمها وسجل لها وشوف هتقول لك ايه. سيد الله يرحمه كلمني قبل الحادثه بيومين، قلت له خلاص انا الموضوع اتقفل بالنسبه ليا وانا مش هينفع ارجع له والكلام ده كله. انا والدي كفيف، فكان سيد يعني بيتدخل معانا جدا، بيتدخل معانا قوي. فجيه الله يرحمه قبل اليوم اللي مات فيه، كان عندي هنا رحنا نعمل بطاقه في السجل المدني عندنا في اوسيم، عدينا على حسام، حسام شافنا فكلم سيد قال له وانت بتحبها، انت بتكلمها؟ قال له حب مين، مفيش الكلام ده. وسيد كان بيحب حد تاني ومرتبط بواحدة، وانا رجعتهم ببعض، وحسام كان عنده فكرة من المعلومة دي. فحسام حط في دماغه بقى ان سيد مش عايز يرجعنا لبعض، ان سيد بيحبني وعايزني والكلام ده كله. فهو كان مريض حرفيا، فكان دايما بيهددني بالقتل، وكان دايما يقولي هموتك، وزي نيرة، زي ما محمد قتل نيرة، انا هقتلك وهبحك وكده. وكان يجيب موس ويقطع في ايدي الاتنين، يقول لي انا دمي مش هين عليا، انت دمك هيبقى غالي وهين، فانت مش هتفرقي معايا. كان بيهددني بالقتل على طول، لحد ما خد سيد وعمل فيه اللي عمل. وبعد ما خلص على سيد، جالي بعدها بدقايق على الشارع هنا وعايزني ان انا اخرج له، فانا ما خرجتش. راح مدي الرقم بتاعي للسوبر ماركت اللي على الشارع عندنا، وقال له خلاها تخرج دلوقتي، انا هاخدها واروح مشوار كده جايب لها هديه. فصاحب السوبر ماركت ده رن عليا، قلت له انا مش هينفع وخلاص، كل شيء اسمه ونصيب واحنا سيبنا بعض. لحد ما هو ما بقاش مقتنع ان احنا خلاص سيبنا بعض، رحت رفع على الفيسبوك ان احنا سيبنا بعض. بس فالبلد هنا بقى عماله تقول ان انا اللي عملت كده، وان انا اللي سلطت حسام على سيد، وان انا اللي خربت الدنيا كده، وانا السبب في قتل سيد والكلام ده كله. حتى قبل ما سيد يموت بدقايق، كان عندي هنا عند البيت، وكان سيد بيجي عليه كل اخر شهر بيتزنق في فلوس جمعية كتيرة جدا، فاتزنق في 1000 جنيه، فانا كان متوفر معايا ال1000 جنيه. قلت له تعالى هديهولك بعد ان انا اتحايلت عليه كتير وكده، قلت له انت اخويا وقفت جنبي كتير وسندتني كتير، هيجي في 1000 جنيه يعني؟ خده، ووقت ما يبقى معاك فلوس يبقى اديهولي. قام سيد جالي عند البيت خاده، هو اصلا كان مشغل حسام معاه في المغسلة، لان حسام كان قاعد من غير شغل، ما كانش بيشتغل. فقام جه سيد خد مني ال1000 جنيه، وبقول له طب انت هتروح فين دلوقتي؟ راح قال لي اروح ادفع فلوس الجمعية، بس اروح مع حسام الاول على طريق اوسيم هجيب فلوس لابوه. قلت له يا عم كبر دماغك وما تروحش معاه، عشان انت عارف وانا عارفة ان الواد غدار، وانت اللي بتمنعني ان انا مخرجش ولا اروح في حتة عشان خاطر حسام ما اذنيش، انت هتروح معاه؟ قال لي يا ست عادي بقى، هو قصدني في خدمة وانا ما ينفعش اقول له لا. ده الكلام ده قبل ما سيد الله يرحمه يموت. خد ال1000 جنيه ومشي. قام حسام خده وراح على طريق اوسيم، على طريق الضبعة، خنقه بالكوفية وقعد يضرب فيه لحد ما موته، وخد الفلوس اللي في جيبه راح صرفها وجاب اكل وسد نص ديونه من عليها. استدرك صاحب المغسلة
وراح قتله في الطريق ورمى جثته على طريق الضبع. كنت ناوي اقتلها وارمي جثتها جنب جثه حسام. قتلت واحد وسجنت التاني منك لله. الاتنين شباب، الناس في البراجيل وفي وسيم بيخوضوا في عرض وشرف يا امي. ليه خلتها تستغيث بيا؟ بتقول الناس مش سايبيني في حاله. يا عم حنف، الناس مش سايبيني، تعالى صور معاي. ان عواقب ارتكاب الجريمه وخيمه جدا، ستودي بك الى اوضاع ماساويه حزينه. نصيحه: لا تورط نفسك في ارتكاب اي جريمه او مخالفه للقانون، لان الجريمه لا تفيد. ساعة مع حنف. أهلا بكم، أهلا بكل مشاهدي قناة ساعة مع حنف. النهاردة جريمة، النهاردة إحنا للأسف يعني حاولنا على قدر المستطاع إن إحنا نكون فاعلين فيها، وخاصة إن بنتنا ريحام اتصلت بيها شخصيا وحاولت تجري معايا حديث ولقاء. أنا أحكي لكم اللي حصل. بنتنا ريحام رشدي دي فتاة البراجيل من أوسيم محافظة الجيزة، اتوصلت معايا وكانت عايزة تطلع معايا وتحكي تفاصيل الجريمة بالكامل. أنا ما تخزلتش عنها، ولكن أنا قلت لها احنا في شهر رمضان وصعب جدا حاليا، خليها بعد رمضان. لكن هي للأسف ما صبرتش. ايه اللي حصل؟ من فترة احنا جبنا جريمة القتل دي. الشاب اللي اسمه حسام ودي صورته قتل سيد بركة اللي دي صورته. مين حسام وسيد بركة؟ فكركم بالموضوع. كان في جريمة من حوالي 20 يوم، بنت اسمها ريحاب رشدي كانت مخطوبة للشاب ده اللي اسمه حسام. حسام ده شغال في مغسلة بيمتلكها الشاب اللي اسمه سيد بركة. حسام خاطب ريحاب رشدي، بيخرجوا بيتقابلوا، بتحصل مشاكل بين ريحاب وبين خطيبها. مين اللي بيتدخل؟ صاحب المغسلة اللي هو الصديق المشترك اللي هو سيد بركة. كان معروف عن حسام ان هو شخص مش كويس، بيتعاطى، انسان سيء السمعة، فكان كل شوية يضربها، ويتدخل صاحب المغسلة سيد بركة ويصلحهم مع بعض. لغيت البنت ما زهت، عطته فرصة في التانية في التالتة. للأسف ريحاب أبوها كفيف، فكان حسام بيدخل البيت أحيانا بيسرقها، سرق منها حاجات قبل كده جوه البيت، وكان بيضربها ويشتمها. فالمهم هي فسخت الخطوبة، لكن كان خطيبها عنده أمل إن هو سيد صاحب المغسلة إن هو يتوسط مرة تاني ويرجعهم لبعضهم. لغيت ما راحت ريحاب منزل على صفحتها على الفيس واعلنت فسخ خطوبتها من حسام. حسام هنا اتجنن، فكلم صاحب المغسله. صاحب المغسله شاب صغير ده في العشرينات، كلم ريحاب. يا ريحام هو زعلان، يا ريحاب اديله فرصه. قالت له لا خلاص. ابتدى يتقابل معاها علشان يحل المشاكل. في مره كانت عايزه تطلع بطاقه، فاتصلت بسيد بركه صاحب المغسله، قالت له انا رايحه اطلع بطاقه من قرية البراجيل اللي هم عايشين فيها مركز وسيم، فقال لي انا هاجي معاك. فراح معاه، فشافهم خطيبها الصابر، فاتصل بصاحب المغسله قال له انت بتحب خطيبتي؟ انت عايز ترتبط بيها؟ قال له انت مجنون يا ابني، ده انا اللي بصلحكم على بعض. لا انا سمعت ان انت هتقدم لها، يبقى انت اللي كنت بتوجع بيني وبينك، بيني وبينها. وراح للاسف استدرك صاحب المغسله وراح قتله في الطريق ورمى جثته على طريق الضبع. بعد 20 ساعة فوجئ الناس بجثة صاحب المغسلة سيد بركة وهو ميت بالخنق. من خلال التحريات اكتشفوا ان اللي قتل واخر المشاهدات كان مع شاب شغال عنده اسمه حسام. تم القبض على حسام، قال لك هو اللي وقع بيني وبين رحاب، هو اللي خطف حبي، هو اللي كان بدل ما بيصلح كان بيقومها عليا، وهو اللي خلاها اعلنت خبر فسخ الخطوبة، وانا كنت لازم انتقم منه. ده كمان انا رحت عند ريحاب وحاولت انزلها وقلت لها انا اجيب لك هدية وانا اعتذر لك قدام الناس عشان تنزل، وكنت ناوي اقتلها وارمي جثتها جنب جثة حسام، جنب جثة سيد بركة.
لما طبط على الواد الناس في البراجيل للاسف، واحنا للاسف بنحب الكلام الكتير ونموت في خطف الاعراض، للاسف نحب الخطف الاعراض قوي، نمشي في مسك السير عندنا لبانا. ابتدوا الناس بقى كل ما يشوفوا رحاب قتلت واحد وسجنت التاني منك لله، الاتنين شباب ايات قاعده تلعب على الشباب، خطيبك الاولاني سبتيه ولفتي على بتاع البنزيمه خدتيه، اهم وجعوا ببعض، اهو واحد اتقتل والتاني السجن، يعني خلاص استريحت يا رهاب يا رحاب. وكان كله قاعد يخوض في عرضها وشرفها، وايه اللي بينك وبين حسام، وايه اللي بينك وبين سيد بركه، وابتدوا يخوضوا في عرضها. فوجئت ببنتنا دي وانا سمعت بتتصل بيا، استاذ حنفي اي عايز اطلع معاك بعد اذنك. قلت لها خير يا حبيبتي؟ انت فاكر الموضوع بتاع البنزينه بتاع سيد بركه وحسام خطيب اللي قتله؟ قلت لها ايوه يا بنتي انا فاكر الموضوع. قالت لي بيخوضوا في عرضي وفي شرفي يا عمو، عايز اطلع معاك واطلع اتكلم واطلع اصور، بيخوضوا في عرضي وشرفي، ارجوك اقف جنبي، انا عايزك تقف جنبي وعايزك تبين للناس الحقيقه، انت قناتك بتشاف والناس بيشوفوك وعارفينك من ايام عن الشعب عشان خاطر يا عمو حنان. قلت لها حاضر يا حبيبتي بس احنا في رمضان. انا هذه التسجيلات دلوقتي، ادي التسجيلات اللي بيني وبينها، ودي الرساله اللي هي بعتها لي على الواتس، ادي رسالتها هي دي، وادي التسجيلات الصوتيه اللي هي بعتها لي، هنشوفها دلوقتي ونسمعها، هسيبها لكم تسمعوها وتقروها وارجع لكم تاني. هو كان دايما سيد الله يرحمه بيصلح ما بيني وما بين حسام كتير، وكان حسام مدخله ما بيني وما بينه، يعني مخلي سيد ما بيننا وما بين بعض. في فيديو حد بعتولي على الواتساب ان حسام كان بيسرق بيت عمه، فانا جيت قررت ان انا اخد قرار واسيبه بقى، ان انا خلاص مش عايزه، انا مش هتجوز ولا اخلي واحد شريك حياتي حرام. سيد اتدخل في الموضوع وقال لي عشان خاطر انا سامحيه المره دي واديله فرصه والكلام ده، فرجعنا تاني لبعض. اخر مره دي كسبت حسام، سرق من عندي هنا فلوس من البيت ومد ايده عليا وضربني وكده، وكان بيقعد يتكلم عليا، فجينا سبته، راح سيد حسام مكلم سيد تاني وقال له رجعنا لبعض، وقال له انا جيت عليها كتير وانا مش هينفع اتكلم معاها تاني، قال له معلش كلمها وسجل لها وشوف هتقول لك ايه. سيد الله يرحمه كلمني قبل الحادثه بيومين، قلت له خلاص انا الموضوع اتقفل بالنسبه ليا وانا مش هينفع ارجع له والكلام ده كله. انا والدي كفيف، فكان سيد يعني بيتدخل معانا جدا، بيتدخل معانا قوي، فجيه الله يرحمه قبل اليوم اللي مات فيه كان عندي هنا، رحنا نعمل بطاقه في السجل المدني عندنا في أوسيم، عدينا على حسام، حسام شافنا فكلم سيد قال له وانت بتحبها انت بتكلمها؟ قال له حب مين، مفيش الكلام ده. وسيد كان بيحب حد تاني ومرتبط بواحده، وانا رجعتهم ببعض، وحسام كان عنده فكره من المعلومه دي، فحسام حط في دماغه بقى ان سيد مش عايز يرجعنا لبعض، ان سيد بيحبني وعايزني والكلام ده كله. فهو كان مريض حرفيا، فكان دايما بيهددني بالقتل، وكان دايما يقولي هموتك وزي نيره، زي ما محمد قتل نيره انا هقتلك وهبحك وكده، وكان يجيب موس ويقطع في ايدي الاثنين، يقول لي انا دمي مش هين عليا، انت دمك هيبقى غالي وهين فانت مش هتفرقي معايا، كان بيهددني بالقتل على طول، لحد ما خد سيد وعمل فيه اللي عمل. وبعد ما خلص على سيد جالي بعدها بدقايق على الشارع هنا وعايزني ان انا اخرج له، فانا ما خرجتش، راح مدي الرقم بتاعي للسوبر ماركت اللي على الشارع عندنا وقال له خلاها تخرج دلوقتي انا هاخدها واروح مشوار كده جايب لها هديه. فصاحب السوبر ماركت ده رن عليا، قلت له انا مش هينفع وخلاص كل شيء اسمه ونصيب واحنا سيبنا بعض، لحد ما هو ما بقاش مقتنع ان احنا خلاص سيبنا بعض، رحت رفع على الفيسبوك ان احنا سيبنا بعض بس. فالبلد هنا بقى عماله تقول ان انا اللي عملت كده، وان انا اللي سلطت حسام على سيد، وان انا اللي خربت الدنيا كده وانا السبب في قتل سيد والكلام ده كله. حتى قبل ما سيد يموت بدقايق كان عندي هنا عند البيت، وكان سيد بيجي عليه كل اخر شهر بيتزنق في فلوس جمعية كتيرة جدا، فاتزنق في 1000 جنيه، فانا كان متوفر معايا 1000 جنيه، قلت له تعالى هديهولك بعد ان انا اتحايلت عليه كتير وكده، قلت له انت اخويا وقفت جنبي كتير وسندتني كتير، هيجي في 1000 جنيه يعني؟ خده ووقت ما يبقى معاك فلوس يبقى اديهولي. قام سيد جالي عند البيت خاده، هو اصلا كان مشغل حسام معاه في المغسلة، لان حسام كان قاعد من غير شغل ما كانش بيشتغل،
فقام جه سيد خد مني الألف جنيه وبقول له طب انت هتروح فين دلوقتي؟ راح قال لي اروح ادفع فلوس الجمعية، بس اروح مع حسام الاول على طريق اوسيم هجيب فلوس لابوه. قلت له يا عم كبر دماغك وما تروحش معاه، عشان انت عارف وانا عارفة ان الواد ده غدار، وانت اللي بتمنعني ان انا مخرجش ولا اروح في حتة عشان خاطر حسام ما يأذنيش. انت هتروح معاه؟ قال لي يا ست عادي بقى، هو قصدني في خدمة وانا ما ينفعش اقول له لا. ده الكلام ده قبل ما سيد الله يرحمه يموت. خد الألف جنيه ومشي. قام حسام خده وراح على طريق أوسيم على طريق الضبعة، خنقه بالكوفية وقعد يضرب فيه لحد ما موته، وخد الفلوس اللي في جيبه راح صرفها وجاب أكل وسد نص ديونه من عليها. شفنا الرسالة اللي هي بعتها لي على الواتس، وسمعنا التسجيلات الصوتية بصوتها قبل موتها. التسجيلات دي بعتها لي قبل موتها مباشرة، وهي بتستنجد بي عشان اروح اصور معاها واظهر للناس في البراجيل اقول لهم حرام عليكم الشاب اللي كان مخطوب له اللي كانت خطباه حسام ده، كلكم كنتوا عارفين ان هو سيء السمع ومدمن وكان بيضربها وكان بيسرقها، ده اجبرها تروح تضمنه في قرض 30,000 جنيه. هي اللي ضمنه لما اتقبض على حسام، البنك بعت له قال لها تعالي يا رحاب انت كنت ضمنه خطيبك، خطيبك اتمسك في قضيه القتل بتاع السيد برك، انت اللي ملزمه الضامن غارم، انت اللي ملزمه تسدد، يعني دمرها. فبتقولي انجدني، وانا كل اللي قلت لها بعد رمضان حاضر يا رحاب انا هاجي عندكم اوسيم في البراجيل وهصور معاك يا حبيبتي واقول للناس حرام عليكم، البنت مش هتستحمل، البنت عندها 23 سنه لسه صغيره خالص، خدوا في عرضها وخدوا في شرفها وكل اللي شوفها في الشارع، قتلت واحد وسجنت التاني، قتلت واحد وسجنت التاني. امها بتقول قبل موتها كنا من الصحر، وقعدت تبص لنا وتبص لامي وتبص لاخواتها، ملك يا رحاب قالت ابدا مفيش حاجه يا ماما. بعد ما استحرنا ودخلت فوجئنا باختها بالزعج، الحقينا يا ماما الحقينا يا ماما، ولقيت رحاب بترجع يا بنتي لقيتها بتموت، خدتها المستشفى، في المستشفى قالوا لا ده محتاجه تروح القصر العيني، ده بنتك حاولت ان هي تنتحر. راح القصر العيني، ايه يا بنتي يا بنتي؟ قالت انا خدت جور استغلال، الناس في البراجيل وفي وسيم بيخوضوا في عرض وشرف يا امي، انا مش قادره. قعدت 4 ايام بتتعذب من ألم فظيع بحبة الغلة اللي مش لاقين لها حل، لغاية ما سلمت نفسها البارئة. يعني أنا والله العظيم يا جماعة أنا ما قصرت معاها، وأنا فعلا كنت هصور معها بعد رمضان وقلت لها، وأنتوا شايفين الرسائل بقول لها ولا يهمك يا بنتي هعمل معاكي مداخلة تليفونية وهاجي أصور معاكي. للأسف وهي كان في فيديو مدته ثواني وهي بتقول إن أنا بتودع امها وتودع ابوها وقايل لهم نفس الكلام ده، قولوا لامي في جنازتي ما تصوتيش، وقولوا لاخواتي ان انتوا اعز شيء في حياتي وفي مماتي كمان، وبلغوا اصحابي يقفوا على قبري ومحدش يصوت ويطلوا على امي كل شويه. دي كانت رسالتها. احنا ليه قاسيين كده يا جماعه؟ البنت كانت مخطوبه لواحد سمعته زفت، فسخت الخطوبه، وجي واحد كان بيتدخل بينهم للصلح وشيع عنه انه هو اتقدم له وخطبها، راح خطبها السابق قتله، هي ذنبها ايه؟ ذنبها ايه؟ ده الاخ احيانا بيطلق مرت اخوه من اخوه ويتجوزها هو، خطه في عرضها وخطه في شرفها وموتوها. استريحت دلوقتي؟ استريحت لما رحاب ماتت الباد استريحت؟ هتبطلوا تخدوا في عرضها وشرفها ولا هتقولوا ماتت ليه؟ الناس بتمسك البنت من اطهر ما يمكن ومن اطيب ما يمكن، ليه بتعملوا كده فيه؟ ليه وصلتوا بنت عندها 22 سنه و23 سنه تموت نفسها؟ ليه خلتوها تستغيث بيا وبتقول الناس مش سايبيني في حاله يا عم حنفي، الناس مش سايبيني تعالى صور معايا، ولما انه شهر رمضان والله كنت رحت صورت انا في الصعيد هنا وهي في الجيزه، قلت لها بعد رمضان يا رحاب حاضر، ولو هي قالت لي اني بتفكر في الانتحار انا كنت رحت لها، لكن للاسف البنت ما قدرتش تصبر وانتحرت، واللي وصلها لكده له عند الله ما يستحق. حرام عليكم، كلام الناس احيانا بيكون اشد من الرصاص، ذنب رحاب في رقبتكم كلكم اللي خاض في عرضها وشرفها، والبنت من اشرف واطهر البنات ما استحملتش للاسف. لكن هنقول ايه؟ لله الامر من قبل ومن بعد. اشكركم.